بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، دار الأم للتربية والتكوين نظمت واحد الندوة خاصة للنساء بشراكة مع المجلس العلمي المحلي بالناظور، وكذلك المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني. وبهذه المناسبة أتمنى عيدا سعيدا للمرأة المغربية والمرأة العالمية والمرأة بصفة عامة. الموضوع الأول، صلاح الأسرة أساس الحياة الطيبة، تناولته الأستاذتين فريدة البراق والأستاذة حليمة الغازي أعضاء المجلس العلمي المحلي بالناظور. وبالنسبة للموضوع الثاني الذي يتناول تتبع النساء ضحايا الهشاشة، كان بشراكة مع مبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومندوبية التعاون الوطني تحت إشراف الأستاذة أميمة دحمان. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء المرسلين وخاتمهم أجمعين. معكم الأستاذة فريدة البراق، عضو المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور. اليوم احنا في مؤسسة دار الأم درنا هذا النشاط، قمنا بهذه الندوة تحت عنوان صلاح الأسرة أساس الحياة الطيبة. الموضوع كان ذو شقين، الشق الذي تناولنا الحديث عنه هو ما يتعلق بالارتباط والعلاقة الوثيقة بين صلاح الأسرة والحياة الطيبة.